قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث كان في استقبال معاليه رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. وفي بداية الزيارة والتي تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من مارس من كل عام، أعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والنهوض بمسؤولياتهم الإنسانية النبيلة التي تتطلب تضحيات من أجل إنقاذ وسلامة الآخرين، مشيدا بالتعامل الفعال لرجال الدفاع المدني مع مختلف البلاغات واتباعهم الخطط والبرامج المتطورة في مواجهة الأزمات والكوارث. وشدد معالي الوزير على أن زيارة الأعباء التي يتحملها رجال الدفاع المدني ساهمت في تزويدهم بالخبرات المتطورة، منوها إلى ضرورة الحرص المستمر على تحسين الأداء من خلال تطوير عملية التدريب والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وأشار معالي الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير كفاءة هذا القطاع والتي تتضمن تأهيل وتدريب الكوادر وتوفير أحدث الأجهزة والآليات والتقنيات وزيادة عدد المراكز والنقاط بما يضمن مواكبة التطور الذي تشهده مملكة البحرين، مؤكدا معاليه أهمية تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية في الفعاليات والبرامج المتعلقة بمكافحة الحرائق وتقليل الحوادث ورفع معدلات السلامة العامة. من جانبه أشاد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالدعم المتواصل لمعالي وزير الداخلية وبالمتابعة الحثيثة لسعادة رئيس الأمن العام من أجل تطوير هذا المرفق الحيوي لتعزيز أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، منوها إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تعمل على رسم الخطط والبرامج التوعوية النظرية والتطبيقية طوال العام وتوجيهها إلى جميع شرائح المجتمع. وخلال الزيارة اطلع معالي الوزير على إيجاز بشأن الرؤية المستقبلية لتطوير الدفاع المدني وأهدافه العامة والارتقاء بمستوى الأداء من حيث الاستجابة والتعامل باحترافية مع كافة البلاغات والحوادث والعمل المستمر على رفع كفاءة العاملين وتحديث الآليات المستخدمة. وقد تفقد معالي الوزير الأجهزة الخاصة بالدفاع المدني وما تتمتع به من إمكانات في مجال مكافحة الحرائق بالمباني والأبراج العالية، فضلا عن تدريب كوادر الدفاع المدني على استخدام الآليات والمعدات الحديثة بالكفاءة المنشودة. كما قام معاليه بتدشين المركبات والمعدات الحديثة التي بدأ الدفاع المدني استخدامها في سبيل أداء مهامه وواجباته بأعلى معدلات السرعة والكفاءة والإنجاز. وأعرب أحد المواطنين عن خالص شكره وامتنانه لمعالي وزير الداخلية ولرجال الدفاع المدني على جهودهم المتميزة التي أسفرت عن إنقاذ بعض أفراد أسرته إثر حريق شب في منزلهم. كما قام معالي الوزير بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد المتميزين من منتسبي الدفاع المدني وبعض المواطنين ممن أخلصوا العطاء وساعدوا رجال الدفاع المدني في عملهم ضمن منظومة الشراكة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على ترسيخها بما من شأنه تحقيق الأمن الشامل في كافة أنحاء البلاد.